Pour la vraie, je suis d'accord. في اطار ديال مبادره ديال توزيع القفف في هذا الظرف اللي كتعيش فيه البلاد في ازمه ديال كورونا، وحنا كمجتمع مدني وكجمعيات رأينا اننا نجمعوا للناس بعد ما تيسر شويه على الاكل وشويه هذا، باش على الاقل تكون شويه المساعده، واخا ماشي حاجه كثيره ولكن مهم الحمد لله شويه شويه. اليوم عندنا وزعنا قبل، واليوم عندنا تقريبا 60 قفه، والقفة كتشمل الزيت، السكر، أتاي، العدس، المواد التنظيف، الدقيق، وإن شاء الله يكون خير آخر القدام. وكنطلبوا من المحسنين يعاونونا، وكنطلبوا من الناس أجمعين نديروا يد في يد حتى نتجاوزوا هاد المحنة ديال هاد الداء ولا هاد الفيروس. هاد المبادرة درناها باش نقدموا هاد القفات للحراس ديال سوق تلات، وكنشكروا السلطات المحلية اللي ساعدتنا على هذا الشيء، وكنشكروا المحسنين اللي تعاونوا معنا، وجزيل كنشكرهم جزيل الشكر. ومازال دابا غادي باقيين غنخرجوا باش نقدموا شي قفات اخرين في احياء ديال انزكان.